وسهلا بكم من جديد مشاهدينا في الفقرة الثانية من برنامجنا، وهي فقرة ضيف الحلقة. علينا صدفنا ضيف مميز، صاحب صوت عجيب، شاب ما شاء الله واعد فتبارك الله، وفنان كبير ومن أسرة عريقة فنية معروفة. هو الفنان الشاب الكبير الرشيد محمد محمد. مرحبا بك. يا مرحبا بك استاذ وائل، بخرت على الرساله. شرفتنا وشرفت استوديو حكايه رمضان. شرف لي كبير والله نتواجد معاكم الليله. لا وشرف لنا طبعا. اش لاهي تقول لجمهورك اللي طبعا يتابعك واللي يتمنى يشوفك وناس بتقول شهر رمضان كريم رشيد شادي؟ نقول له ان رمضان كريم، وان الله ان شاء الله يعيد علي وعليهم ان شاء الله بالخير. ان شاء الله عليهم، ان شاء الله عليكم جميعا، الامه العربيه الاسلاميه بالخير والبركات. رشيد، بالمناسبه نختارك شويه تقول مدحت الله. ليته خصني برؤية وجه الزارع عن كل من راه الشقاء. أيا خير من دفنته التربة عمه وطاب من طيبه أن نلقاه، ولك نفس رداء قبر أنت ساكنه به العذاب ويجد الكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. لولاك لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لا 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 نجوم ولا ولا نجوم ولا لوح ولا قدم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا لقيت قاع مهولين نحكم الصبح بيدي و يعني نسهر إلين ما نلقد عيد مهو تاسع من الصبح. الله يا غير صدي الصبح في المسيد كيه الناس كاملة ونرقد إلين يعود وقت الظهر نوعا. ماني من الناس اللي يرقد، بارك الله إن شاء الله الصبيحة. لا 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 جميع وإذا رقدت بعد لا خلي وصية لنا نواعة إلى الحق الظهر، ونوع عمر لي إلى الحق العصر، وإلى الحق العصر ما تحدى لا قدرش. اللي يعود مثل ما قلي قاعد جبر الفطور. ما شاء الله الله ورمضان كريم يبرحين خافيني قاعد وافي أدوار مشاهدين. العشر الأواخر من الفضل هذا قريب من رمضان. أربع وخمس أيام من العشر الأواخر. ان شاء الله على الامه الاسلاميه. شخصيا كمخطط برنامج ما نختم معك الفقره ما شاء الله.
الله الله كيف الله الله كيف وانا اللي مقدمه البرنامج اظن كلامي والله والله خاص لأخوي وصديقي العزيز وإن شاء الله زاد ويعود يخلص هذاك إن قال له شريف مولاي والله الله خيرت أنا مالك هذه أنت أصلي هذه لك أمالي أنت قد يكون عود عموما تعرفي تني هذه لك وزين أراني هم اللي زاد حايزته يا ولدي عموما الرشيد شكرا بارك الله فيك وكارفينك تلبيتك تعبتك شرفني حتى اني تلفزت شقيت بي اللي تلفز متميز نعرف قاع عنه والله المجلس مديح وانا شرفني حتى اني من
أسرة معروفة ما تحرسوا لله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. غير اختيارنا نهدي شعور شوي لصديقة عندي وخت نختتم بها غريبي ماتم رجلي رمشة ونختير اللمم عطشة ونختير اللمم عطشة. شعر مليح جاكت فرشة ويدور يطيح 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 طش طش ويدور يطيح 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 طش طش وتريا عقب مشو وتريا عقب مشا يا قطر دقع يا قاع معاشا يا قطر دقع يا قاع يا قاع باش طب التريا. شكرا ان شاء الله يا رب مشاهدينا. نشكر طبعا الفنان كثير شكرا على حضوره لنا في طبعا استوديو حكايه رمضان. نلقاو مع الفقره الثالثه من برنامجنا الليله وهي فقره محاكاه ساخره. خلونا لا بد من تم تضرب الأداء تقطعوا عن خرب أنا قطوا عني هون انظر خليك للتلفون اليوم يرجعوا لي ما تقد شني ها ما تلي في وساطة ولا تلي في شيء ولا مرعاة صارمة أيوة ده تقول لي أيوة إحنا عقبنا خلصكم عندنا الشهر مرتين أي أبو ما هو شيء معقول ترى ما بيدك أخبار أخبار اللي ما خلص كامل كرة يبتط يبتط شنو ما تبي بطوار وقي؟ يبطهم بعد؟ يا ربي انا حمد كل ما بطني ولا بطل امرأة ابدو ما ظهرك روايه عاد معدلين جديده اصل حق ما خلص كان يبطوهم قول اخر سلام هذا القران قول اخر سلام عاد روايتهم تينا شوي واللي يطلع قاعد الديات يقطعوا مدي هذا ما اخذ العين في وما عاد يجون الشهر مرتين وثلاثه اصل حق بيلي انا من هارن هون ما اعرف انت قبال بالضبط قطع لان مخلصين وخلي اصلا مالي عاقب ياك ما اعرف كم انا خلاص ما يحكم لي شيء والشهر يجوه ثلاث مرات تقريبا ما هو عايز شو قاعد بالبط ما هم مألوف يجي يجوا شهر يقالوا توف لانهم وتوف قاع احنا عاد في الحقيقه الشهر ينعر عليهم هم هو الشهر عاد يموت عجلان ياك مثلا يخلصوهم لما بطوك بطو الامره كرامتك ظهر احمد المولانا ودعتك الله انا ابوك انت لا ينقص الدار الله لان المده مقطوع عنها الضوء والحمها خاسر راني قاعد لك عنك لا تقيس وني تقيس دوري بطوك ما ياك ما هم وين تطلع فوق الدائرة يقلزوكم اللي وداتك الله ما داتك الله ما نجي